ازيكم يا صحابي؟ النهاردة درسنا عن ظهور بابا يسوع للتلاميذ بعد الأيام. طبعا كلنا عارفين ان بابا يسوع اتصلب على الصليب وبعدين مات ودفن في القبر، وفجر اليوم الثالث بابا يسوع قام من الموت. طيب بعد القيامة التلاميذ كانوا خايفين خالص خالص، وكانوا قلقانين علشان بابا يسوع مبقاش قاعد معاهم زي الأول، وكانوا خايفين من اليهود، فكانوا قاعدين في العلية اللي هو بيت مريم مرقص، وقافلين البيبان على نفسهم جامد علشان مفيش أي حد يعرف يدخل عليهم. التلاميذ في الوقت ده كانوا 10 بس، علشان يهوذا قتل نفسه بعد ما سلم بابا يسوع، وعلشان توما ما كانش موجود معاهم. فجأة وهم قاعدين في العلية والباب مقفول، لقوا مين واقف وسطهم؟ لقوا بابا يسوع واقف وسطهم، قال لهم السلام لكم، تعالوا شوفوا ايديا ورجليا علشان تعرفوا ان انا بابا يسوع. فرحوا قوي لما شافوه. يا بابا يسوع، احنا فرحانين قوي ان احنا شفناك، احنا كنا زعلانين قوي عشان انت ما بقتش معانا. قال لهم انا مش عايزكم تبقوا زعلانين ابدا ولا تخافوا ابدا، علشان انا هفضل على طول معاكم وهاخد بالي منكم وهحافظ عليكم. التلاميذ بقوا فرحانين قوي قوي بعد ما بابا يسوع جالهم. بعدين راح مين جه؟ توما جه. بعدين توما قالوا له ايه؟ الحق يا توما، ده بابا يسوع جالنا، ظهر لنا هنا واحنا قافلين الباب في العلية، وجي قال لنا ورينا ايديه ورجليه وقال لنا ما تخافوش انا هفضل على طول معاكم. راح توما قال لهم لا طبعا، انا مش هصدق ان بابا يسوع جالكم غير لما اشوف اثار المسامير في ايديه ورجليه واحط ايدي على اثر الطعنه اللي في جنبه. بعدها يا صحابي 8 ايام كان توما قاعد مع التلاميذ في العلية، فجأة لقوا مين جالهم تاني؟ بابا يسوع. بابا يسوع جه وبعدين قال لتوما ايه؟ يا توما انا جيت لك اهو، يلا تعالى شوف المسامير اللي في ايديا ورجليا وحط ايدك على اثر الطعنة اللي في جنبي. راح توما يا صحابي راح وفعلا حط ايده على المسامير وعلى اثر الطعنة، واول ما حط ايده وتأكد ان هو بابا يسوع قال له ربي والهي، ما تزعلش مني يا بابا يسوع ان انا ما صدقتش. راح بابا يسوع قال له يا توما توبة لمن امنوا ولم يروا. يعني ايه توبة لمن امنوا ولم يروا؟ يعني يا بخت اللي صدق ان بابا يسوع موجود من غير ما يشوف حاجة بعينيه،